دعت وزارة التربية والتعليم أبناء المعلمين من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة الدورة الشتوية أو الصيفية لعام 2015 أو ما يعادلها إلى تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية المخصصة في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2015-2016. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد لرؤية إن التقدم للاستفادة من المكرمة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، وذلك ضمن الفترة الزمنية المحددة التي سيعلن عنها لاحقا في مختلف وسائل الإعلام.